طيب يا جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله. كيف يمكن أن نضل إخواننا وندفعهم دفعاً ونؤزهم أزاً إلى جهنم؟ ما رأيكم بهذا؟ فأنا في هذه المادة سأعطيك دليلاً عملياً كيف تدفع إخوانك إلى جهنم، بتدزهم دز إلى النار. فنبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا جماعة الخير، في سياق النقاشات والخصومات، في كثير من الأحيان الذي نفعله من حيث ندري ومن حيث لا ندري أننا لا نعين إخواننا على الوصول إلى الحق، بل للانتصار أحيانا، للانتصار للحق أحيانا، ندفع إخواننا بعيدا عن هذا الحق، مع أن الأصل أن ننتصر إلى أن ننتصر للحق وننصر الحق ونقرب الناس لهذا الحق. ما في داعي أنا أنتصر للحق وأدفع الناس عنه، بل أنا أنتصر للحق وأقرب الناس إليه. طب كيف نحن نفعل هذا العكس؟ وأحيانا مع رؤوس نفعل مع ناس متصدرين وشيوخ وناس بيتكلموا في الدين وعنده لحية وبيسوي حاله عالم وبيتكلم ويجهل الآخرين إنهم هم مش فاهمين، فماذا نفعل معه؟ ننصر الحق عليه وننفره من الحق بدل أن نقرب. طيب كيف بيحصل الموضوع؟ أنا الآن إذا في إنسان بيختلف معي في مسألة، ومش بس في مسألة، هو بيختلف معي حتى من ناحية حركية بين قوسين، هو أصلاً مش عاجبه وضعي بشكل عام، وهو بيستنى علي دقرة، يعني هو ينتظر مني خطأ ويراني جاهل ويراني يجب أن لا أتكلم في المسائل وكذا. فإذا تكلمت بمسألة بما لا يستوعبه عقله هو ولم يصل إليه علمه، فأنا تكلمت في مسألة بتفصيل معين، ركزت فيه، نبهت فيه الناس بشيء هو لا يفهم تفاصيله أو لا يدركه كما ينبغي أو لا يدرك واقعه كما ينبغي، لكن هو لأن الخصومة حاصلة ولو في الكواليس يظن من نفسه أنه هو أعلم. مثلا بتكلم عني أنا نفسي آدم، أنا قد أتكلم وأنا لست من ناحية أكاديمية لست متخصصا في المسائل الشرعية، ولكن عندي علم في مسائل العقيدة، وعندي علم جيد في مسائل الأصول، وعندي علم جيد في مسائل التزكية والسلوك، تقصيري وأنا أعترف به في باب الفقه، وأتكلم عن علوم الغايات الآن فضلا عن علوم الآلة التي يعني دخلنا فيها فيما دخلنا فيه ما يعيننا، على الأقل ما يفهمنا أبواب أهل العلم ومخارجهم وداخلهم ونقاشاتهم في المسائل. ومع ذلك إذا أردت أن أتكلم في مسألة علمية شرعية عقدية مثلا، وكان إنسان لا يعجبه طريقتي بشكل عام، هو لا يعجبه أسلوبي، ما بيعجبه شكلي يا سيدي، ما مش حابني، فهو لأنه لمجرد أنه مش حابني أو مش عاجبه أسلوبي أو لأني مش ماشي معاه في الفكر تبعه، فتكلمت بمسألة هو لن يصل إليها عقله، هو تصوره لا يصل إلى الذي وصلته، ليس نقصا به، لكن عادي ممكن الإنسان يتفكر في مسألة ويصل فيها إلى ما وصل لم تصلها أنت، أو يطلع على مسألة لم تصلها، عادي بيصير. فأنت تتكلم فيما يجهل، فيما إما يجهل علم المعلومات أو يجهل فهما، إلى شيء لم يصله فهمه ولم يصله علمه، وقد لا وممكن لم يصله واقعه، إني أتكلم في واقع معين هو لم يفهمه، ولكن لأنه هو في نوع من الخصومة، في نوع مش عاجبه، فقد ينكر علي. وإحنا في عالم اليوم ينكر على السوشيال ميديا، يعني بيطلع بيعمل فيديو، بيعمل بيعلق بين التلاميذ اللي عنده، بين الأتباع، وينظر عليهم سواء تصريحا أو تلميحا، إنه من الناس من يقولون كذا، ومن الناس الذين تذببوا قبل أن يتحصرموا ويقولون، والناس الذين تجرؤوا على المسائل. وهو طب يا أخي أنت لن تعرف هذه المسألة وما زلت صغيرا عليها، لا ليس لك أن تحكم على غيرك. يعني بعض الناس يقول هذه مسائل لا يجرؤ عليها إلا الكبار، إذا أنت لست منهم صح؟ يعني أنت ما لك علاقة. طب أنت لا ما لك علاقة، لست أنت من ينكر علي، يعني قد ينكر علي من هو على قدر هذه المسائل ويعرف مداخلها ومخارجها ويعرف من يتكلم في هذه المسائل ومن لا يتكلم. أما أنت بصفتك صغيرا على هذه المسألة ولا تعرف من يمكن أن يتكلم في هذه المسألة ومن لا يمكن، وترى نفسك لست أهلا لها، إذا لا تتكلم. طيب، أو إذا كان عندك مقياس تكلم، إذا عندك علم بالمقياس هات المقياس خلينا ندفع. على كل حال هذا يحصل، فيأتي فينكر عليك فيما لا يفهم لن يفهم، لم يصل فهمه. يعني تخيل معي أنت تفعل شيء ويأتيك إنسان ينكر عليك
وبيتنظر عليك وبيقول لك انك انت متفاهم وهو حقيقة اللي مش فاهم. فانت ماذا تفعل؟ تغتاظ، وليس هذا فقط تغتاظ، تريد ان تنتصر للحق على اساس الحق الذي معك وللعلم وللدليل والبرهان الذي بين يديك، وفي الطريق تريد ان تنتصر لنفسك لانه هو جاب سيرتك برضه. فكيف هذا سيحصل؟ هل فقط ببيان الحق؟ لا، سيحصل ببيان الحق ونفي الباطل الذي قيل ومسح الأرض في صاحب الباطل، وبدرجة لا تعين صاحب الباطل هذا على أن يرجع إلى الحق الذي معك، وإنما فقط بدي أمسح في الأرض وأشعر أنه أنت غلط، أو مش بس أنت يعني. طيب أنا ما الذي أريده؟ أليس الأولى أني أنصر الحق وقد أنتصر لنفسي، ولكن مع إعطاء فسحة، وهذا أنا سجلت فيه مادة ماضية بعنوان أبقي للصلح موضعا، العاقل يبقي للصلح موضعا. فأنت حتى إنسان في خصومة، لأنه إيش النتيجة المرجوة يا رجل؟ مثلا في مسائل الأسماء والصفات، إحنا مسائل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى هذه من أعظم المسائل في العالم، وأعظم مسائل اختلاف البشر عموما. بعض الناس في واحد من طلبة العلم كان ينظر، ومثلا هو من هؤلاء مثلا، كيف بيسوي؟ بيقول نحن عندما أنتم، طبعا هو كان بيتكلم عن شخص بس أنا بدي أحط حالي معاه لأنه إحنا كنا إيه، لما أنتم كنتم قبل أن تتدين وقبل أن تطلق لحيتك وقبل أن تعرف الدين وقبل أن تعرف العلم، نحن كنا نتربى في المساجد. الله، طيب ماذا كنت تفعل في المساجد؟ بارك الله فيك، تتربى على تعظيم أئمة الجميع، تتربى على تقديس المشايخ، تتربى على عدم اتباع الدليل، تتربى على العلو على الناس، تتربى على الاستكثار بالجماهير، تتربى على الاستكثار بقول فلان وعلان، هذا هو اللي تتربى عليه. لما كنت أنت تتربى في المساجد على ما تتربى عليه، اللي الحمد لله الذي عافانا من تلك التربية، طبعا الحمد لله على كل حال فاتنا فيها خير، لكن الحمد لله أيضا أنه فاتنا في كثير من الأمراض، لأنه في الوقت اللي كنت تتربى فيه على تقديس الرجال، نحن تربينا على معرفة الرجال وأقدارهم وإنزالهم منازلهم، فيؤخذ من الكريم ويتعامل مع المحترم ويبصق على الوسخ ويتجاهل السفيه. لما كنت تتربى على تقديس أي واحد، قال الإمام العلامة الفهامة الشلفنطحي ابن فلان الكرفنشحي، نحن كنا نتعامل مع الناس في واقعهم، وكنا نتعلم أن الحق أحق أن يتبع، فوصلنا إلى الحق بتدرج الحق، أنه أنا الحق وبتبع الحق، مش بتبع الشلة، مش بتبع التيار، مش بتبع الشلة اللي ربوني وكنت معه في المسجد، لا. ولذلك كنت حرا متى ما دخلت مسجدا أو حلقة علم أو مجلس علم، أدخل حلقة العلم، لكن ما بصير تبع لهم، ما ربوني، ما لهم علاقة يربوني، لهم علاقة يعلموني، وأنا بتربى وربي نفسي بحسب ذلك، وأهلي الحمد لله هم اللي ربوني. فإنما أخذ من هؤلاء ما يعنيني، ومن أهل العلم من كان فيه تربية واستفدنا منها، ولكن لم نكن أتباعا له. فالمهم، فمثل هذا مثلا بيجي بيتكلم ويعلو عليك في مسألة لا يفهمها، يعني هو عندما يتكلم لا يفهمها. أنت قد تقول لا، هو ليس فقط لا يفهمها، هو عقيدته فاسدة. لا والله يا أخي، مش عقيدته فاسدة، هو مش فاهم والله. يعني أنا حسن ظن، أنا فكرة لما أقول أنه لا يفهم هذه المسألة ولم يصلها عقله، هذا حسن ظن مني، وهو ليس حسن ظن إني أنا أتبرع به لهم، لكن هو حقيقة أنا أحسن الظن بهم على الحقيقة أنهم لا يفهمون هذه المسائل. أبو عمر الباحث لما دخل المسائل هو والله لا يعرفها، مر عليها مرورا، مثل كثير من عوام المسلمين الذين مروا على مسائل علمية، وحتى ممكن تعلموا عند بعض المشايخ، مر عليها ولكنه جمعها بدون شوف، قد يجمع الإنسان الحقائق بدون الوصلات وينجو إن شاء الله. لذلك أنا يعجبني دائما أكرر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، موجود في كتاب الإيمان في مجموع الفتاوى، مهم جدا، لأنه لما يتكلم عن شوف البشر
المسلمين، إنسان يسلم، إنسان عادي ولد بين المسلمين، صار مسلم بيصلي بيصوم يفعل أفعال الإسلام، لكنه لم يدخل في محنة تمتحن دينه حقيقة. يعني ما صار في جهاد يطلب منه أنه يبذل ماله ونفسه، وما صار في محنة شبهات عظيمة جدا على دينه في داخل في خاصة نفسه، ومات على هذا، ومات بدون ما يتعرض لهذه المحن، إنما محن اليومية يعني، لكن محنة عظيمة تمتحن دينه ما مر عليه، ونجا، الحمد لله رب العالمين، نجا، هذا فضل الله. ولكن فعليا هذا الإنسان اللي نجا عند الله، لو أنه تعرض لفتنة في دينه، شبهات معينة، كان ضل. لو تعرض لفتنة مالية، كان ضل. فليس في قلبه من العلم واليقين ما يدفع تلك الشبهة. لكن رحمه الله سبحانه وتعالى بأن لم يعرضه لتلك الشبهة. ففي كثير من الناس هكذا، أنا ترى والله أفكر في بعض الدعاء اللي منهم بعضهم مسجونين، وبعض أهل العلم اللي منهم أفضى إلى ما قدموا، ويعني توفي رحمهم الله جميعا، فأقول هؤلاء لو عاشوا إلى المرحلة التي نحن فيها ومروا بتلك الفتن، كيف كان سيكون موقفهم؟ بعضهم سيكون موقفه مخزي، بعضهم لو مر بهم تلك الفتن والله ما بتدري كيف راح يكون موقفه، ممكن تنحرف عقيدته وهو لا يدري لأنه لم يكن يحسن تلك المسائل، وبعضهم قد يهتدي، ما بعرف، هذا غيب ما بعرف فيه. لكن على كل حال رحمهم الله سبحانه وتعالى أن لم يتعرضوا لتلك الفتن. المقصد الذي أريد أن أقوله أنه كثير من إخواننا هم كذلك، هو على أبسط ما يكون في المسألة، يعني مثلا في مسائل أسماء الله وصفاته، والله مسائل الأسماء والصفات للأسف في كثير من الناس لما يطرحوها على أساس أنها مسائل علمية دقيقة، ليست مسائل علمية دقيقة، فيها مسائل علمية دقيقة، لكن مسائل الأسماء الله وصفاته هذه مسألة كل مسلم، هذه مش بس مسألة كل مسلم، هي مسألة الكون كله، يعني كل الناس يختلفون في أسماء الله وصفاته، وأصلا اختلاف الناس على هذا، اختلاف الناس الأساسي على هذا، اختلافهم على صفات السوبر بينج هم بيسموه في اللغة الإنجليزية، هل هو واحد ولا متعدد، هل طبيعته بشرية أم طبيعة إلهية، والطبيعة الإلهية هل هي مجردة أم حقيقية، وهذا اختلاف الأديان واختلاف الناس كلهم. فكيف يعني يقال أنها مسألة علمية دقيقة؟ كلام فاضي، فيها مسألة دقيقة لكن هو مسألة. على كل حال مش هذا الموضوع، أنه بعض الناس أخذ عقيدة المسلمين الصحيحة بالعموم هكذا، يقول والله نحن نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدتنا. كيف يعني؟ يقول لك أنا والله كيف يعني، يعني أقول مثلا أن مثلا الله عز وجل سميع بصير سبحانه وتعالى، حي قيوم، استوى الله عز وجل مستوى على عرشه في السماء، في العلو يعني فوق السماء، مستوى على عرشه يعني فوق عرشه. وطيب إذا سألته هل الله عز وجل يسمعنا الآن؟ طبعا يسمعنا. هل الله عز وجل يدبر الأمر؟ طبعا يدبر الأمر. هل الله حي قيوم؟ طبعا. هل الله سبحانه وتعالى يبصرنا ويرانا؟ نعم. هل نراه يوم القيامة؟ هذا الذي نريده ونرجوه، وهذا الذي يؤمن به كل مسلم عموما. بعض طلبة العلم الذين دخلوا في مسائل العلم ولم يحسنوا تفاصيلها بعد، لكن دخلوا حتى لو أحسنوا بعض تفاصيلها، يؤمن بالتفاصيل مفرقة، يؤمن بالتفاصيل مفرقة. شو يعني مفرقة؟ يعني لو امتحنته بالوصلة فيما بينها وضربت بعضها ببعض شككته في نفسه. والله كيف يعني؟ يعني كثير من الناس هو يؤمن مثلا في مسائل العقيدة والأسماء والصفات، هو يؤمن بها والله نعم نحن نؤمن أن لله يد حقيقية ليست كباقي الأيدي تم، بس ما بيعرف تفاصيل أخرى، ما بيعرف علاقتها في مثلا الحقيقة والمجاز، ما بيعرف علاقتها في موضوع الحقيقة والمجاز، وقد يختلط عليه مسألة مثلا طيب ماشي، لكن الله عز وجل لما قال غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم أن يدي الله سبحانه وتعالى مبسوطتين، وفيها معنى العطاء، أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو المعطي، وأنه الكريم وأنه كذا، ولكن أنه أيضا يعني هذا الكلام عن يدي الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله سبحانه وتعالى هذا طبعا فيه معنى أن الله سيبقى وينتهي كل شيء في الحياة، فالمعنى واضح، ولكن أيضا فيه معنى واضح أن الكلام عن وجه الله سبحانه وتعالى. طيب فهو فاهم كل قضية، كل حتة لوحدها، كل حتة سليمة بس لوحدها، يعني إذا سألته
مثل الشيخ وليد إسماعيل لما كان يتكلم هو المنقاوي وكذا، فبقول اسألني كذا، هو طبعا لحالها بيعرفها. اسألني هل له يدين؟ أقول لك نعم له يدين. هل هي على الحقيقة؟ يقول لك نعم. هل هذه هيك معناها؟ يقول لك نعم. كل شيء، كل حتة لوحدها ماشي، كل قضية لوحدها ماشي، لكن إذا امتحنته بتفاصيلها والوصلات فيما بينها والإشكالات قد تختلط عليه، لأن العلم فيها ليس بذلك العلم. وهذا بيحصل من ناس معروفين بين الناس أنهم كبار الناس. يعني أنا بذكر مسألة القدر، قدر الناس يخرجون منها هروبا، بل بعض مشايخ شفتهم وهم يشرحون القدر، لا أدري هل هم لا يفهمون القدر ولا هم يخجلون من طرح القدر ولا إيش، ما بعرف. لكن أنا أظن أن منهم من في قلبه حسكة من مسألة القدر، ومنهم من هو حقيقة لا يفهم مسألة القدر، ومنهم من هو يعني لا أدري. لكن فتجده هو يفهم كل حتة لوحدها، يعني يفهم تفاصيل اللي بيحكيها شيخ الإسلام، وبالعادة بيحبوا كلام شيخ الإسلام، مش رايحوا حالهم منهم يفكروا. فيقول مثلا تمام، الله عز وجل قدر الأقدار، طيب قدر الأقدار سبحانه وتعالى وقدر كل شيء ومراتب القدر والعلم والكتابة، تمام، طيب ممتاز ممتاز، فاهمها لحالها، الحتة لوحدها فاهمها. الحتة المقابلة، وأن عمل الإنسان سبب على الحقيقة، وأنه هو الفاعل لأفعاله على الحقيقة، فهي هو فاهمها لوحدها، كل حتة لوحدها. اجمعهم مع بعض وقل له تعالى يا أخي الكريم، تعرف شو معنى هذا؟ معنى أنه كله قدر، حتى هذا سبب الفعل الإنسان الفاعل على الحقيقة هذا قدر برضه. لا استنى شوي، بتلخبط بعدين، بيرجع لفكرة أما هو الإنسان مخير في أشياء ومسير في أشياء، ما خلينا نفهم مع بعض، أنت فاهم القدر ولا متفاهم؟ لا، إذا ماذا فرقنا عن الجبرية؟ إذا أنت مش فاهم. فهذا ماذا تفعل معه؟ أنا أحيانا إذا كان معي وقت مع الإنسان اللي يناقشه وأقرب للحقيقة أقربها له، لكن إذا كانت النتيجة التي ستنتج إنه هو يتلخبط ويترك الدين ولا يترك العقيدة الصحيحة لأنه مش فاهم، خليه على كل حتة لوحدها، مش مشكلة. يعني واحد يؤمن هكذا، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار ويؤمن بقدر الله، وإذا جاءت الأقدار يقول الحمد لله على كل حال ويتوكل على الله، لكنه مش فاهم الوصل حقيقة في موضوع عمل الإنسان. وإن كان الفهم الصحيح التفصيلي هذا زيادة في الإيمان، وهذا له أثر كبير جدا على عمل القلب وعمل الجوارح. لكن أحيانا بعض الناس خصوصا في سياق الخصومة، أنت لن تعينه إذا ناقشته نقاش المجادل المواجه الذي يجهله، خاصة إذا كان هو فعليا يراك أنت الجاهل. صحيح أنت تريد أن تثبت له أنه يا أخي طبعا الجاهل يا سيدي مش موضوعنا، بس أنت هذه المسألة ما أنت فاهم، والله ما أنت فاهم، والله ما أنت فاهم، لكن هو بيتكلم بكل حرقة أنه هو اللي فاهم. فأنت كيف، لما تدفعه للطرف المقابل؟ لأنه إيش اللي بيحصل؟ طيب خلينا أقول كالتالي، كيف نقول؟ يعني الآن كثير من الإخوة اللي داسين منهج أهل الحديث في العقيدة لا يعرفون تفاصيل وحتى التسميات الفلسفية. يعني ترى بعض الناس إذا قلنا له ترى التجسيم وبين قوسين الفلسفة المادية ليست مرفوضة بكليتها، بل مع بعض الضوابط هي هذه عقيدة المسلمين ترى، بس أنت مش فاهم، وانت تبع للجهمية وتبع للصوفية، من مش ضروري الصوفية والجهمية للمسلمين ترى، الجهمية والصوفية من غير المسلمين، من غير المسلمين يعني من أديان أخرى، ها؟ انت تبع لهم، عندك مشكلة مع المادية، تبع لهم والله عندك مشكلة، والروح والغيب وكذا، طيب شوي ايش مشكلة هاي الأمور أن تكون محسوسة أصلا؟ من قال لك إنها مشكلة؟ يعني من قال لك ان هذه مشكله مع الفلسفه الماديه مثلا؟ طبعا خلص انت تبع ما انت مش عارف. المهم، فبعض اخواننا انت تعرف انه لا يدرك المسائل، وعليك ان تحيده بدل ان تجعله يصطف مع الباطل. لانه انا هذا اخوي المسلم اللي هو فاهم ابواب العقيده بشكل عام وفكر حلو بفهم، وبينتقد علي ليش؟ لاجل خصومات معينه، بس لانه بده يعني هو في تيار معين الان وقاعدين يعني بيتفننوا في الظلم، هو بده يسوي، بده يعطي موقف ويكون معه وبيتكلم بما لا يحسن. طيب فانا الاصل ايش اسوي؟ انا على الاقل انا بالنسبه لي لا انكر على احد تماما الاجتهاد في ايش الاصل يفعل، ايش الاحسن يفعل،
لكن هذه نصيحتي، إنه الأصل ماذا نفعل مع هؤلاء؟ والله تعالى أن نقرب المفاهيم، بمعنى نقول تعال 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 أنت تتفق معي على هذا صح؟ وخليه يقول صح. ليش أقول له أنت شو مشكلتك مع هذا الكلام؟ ليش؟ يعني هي نفس الكلام. إذا أتيت لإنسان خصم أنت وبينك وبين خصومه وقلت له هذا الكلام، أنا ترى أنت أنا فاهم أنك أنت تقول مثلي صح؟ وهذا تقول بمثلي، وهذا تقول بمثلي، إذا احنا وين مختلفين؟ يقول لك أنا مختلف في كذا وكذا، تقول لا لا حتى هذه أنا متفق في كذا وكذا، لكن وصفك كذا هذا فيه إشكال ترى. وأظنك ما تقصده، لأنه الإشكال معناه هيك هذا الذي تقصده؟ بقول لك لا، بقول طيب تمام ممتاز احنا متفقين. احنا متفقين. طبعا بعضكم قد يصف هذا إنه هذا نوع من إنه التدليس على الناس، لا مش تدليس على الناس، هو فعليا مش فاهم، هو الآن وصل لهذه العقيدة، يعني أنا الآن وأنا أتكلم معه قد يكون هو فعليا غير مستحضر للمسائل بتفاصيلها، وأنا الآن وصلت معه إلى هذه العقيدة، وهو الآن اقتنع بها. هو ما وصلها، هو الآن وهو بيتكلم معي، بدل في المقابل أقول له تمام، إيش هذا الكلام؟ أنا هذا الذي أقوله. أتحداك تجيب إشي عكسه. وهو يقول آه لا، ومن قال؟ والإمام فلان يقول، الإمام طبعا هو من أئمة الجميع، بس بقول الإمام فلان يقول. لا يا رجل هذا الإمام تبعك كلامه فاضي، هذا الكلام الصحيح. أنت أفهم من فلان؟ فهو بروح بيلتزم أول بأول بالباطل. ليش؟ فقط لكي ينتصر عليه. فقط لكي ينتصر عليه. تخيل معي. تخيل معي. فليش أنا أعمل هيك؟ لماذا ندفش إخواننا وندفع إخواننا دفعا إلى الباطل بدل أن نقربه؟ يا أخي الكريم، تعال أنت إيش تقول؟ هذا الكلام اللي حكيته ترى قد يعني كذا وكذا، هل هذا الذي تعني؟ لا، ممتاز، ليس هذا الذي يعني. طبعا أنا أدري أنك حتى لو فعلت هذا الأسلوب الذي أقوله هناك أناس لن يفهموا. أنا مثلا هذا اللي سويته مع حسين عبد الرازق وأحمد السيد، يأتون بالكلام الأصول صحيحة لكن ماشي التطبيقات خطأ، لكن أنا آتي بالتنظير، فقلت لهم تمام هذا التنظير إنه تمام علينا أن لا ننشغل بتكفير الناس ابتداء، ونشغل طلبة العلم يبدأوا بصغار العلم قبل كباره، وبعض الناس اللي عندهم موضوع الحكم على الأشخاص هو غيظ للنفس بالضبط، هذا الذي يجب أن يكون. ولكن قطعا ليس قصد أحمد السيد ولا حسين عبد الرازق إنه هذه الأحكام الشرعية يتمسخروا عليها، بالعكس هذا في ناس من أهل العلم وظيفتهم كانت الجرح والتعديل ومسائل الأحكام على الأشخاص، أكيد هم ما عندهم مشكلة فيها، فتكلمت بحسن ظن عن كلامهم. ولكن بالنهاية في ناس كانوا يقولون أنت حررت كلامهم، مع أنهم لا يجرؤون، مش بس لا يوافقونني، لا 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 يجرؤون على أن يقولوا غير الذي أقوله أصلا، ما بيجرؤ أحدهم أن يتكلم، إلا أن الذي أقوله هو الذي يقولونه. طب لما تريدون أن تصوروا للناس أننا مختلفين؟ مجرد بغي يعني؟ مجرد شلالية؟ طب أنا أقول لك أنا متفق معك في التأصيل هذا، متفق معك تمام، لكن أنت تطبيقك لهذا التأصيل غلط أصلا، أنا تأصيلك أنا معه وبطبقه، فأنا بدي أتقارب معك. فأنا أدري أنه حتى المقاربة في كثير منهم لن يرضى بهذا، وسيبقى البغي موجود، أنا فاهم، لكن قدر الإمكان لا نعين الشيطان على إخواننا، لأن الشيطان له دور، الشيطان هذا ينزل بين المؤمنين، هذه وظيفته، يفرح بهذا ها؟ فنحن لا نعين إخواننا، لا نعين الشيطان على إخواننا، وإنما نسهل للناس، نسهل لهم قدر الإمكان. التقريب، مع أني أنا شخصياً والله ليس هذا من طبعي، أنا طبعي مغالبة، أنا طبعي آدم المغالبة، وكثيراً ما يخطر على ذهني أنا فلان ليش ما أمسح في الأرض؟ شوف كلام تخبيص، وأستطيع تشريحه علمياً، ومسح الأرض فيه أدبياً، ومسح كرامته نفسياً، لكن أرجع لنفسي وأقول تمام ما الذي تريدون؟ أتريد نصرة الحق؟ تمام تستطيع نصرة الحق بتوضيح الأمر علمياً، بتوضيح الأمر أدبياً، بتوضيح الأمر نفسياً، بدون لا تمسح في الأرض ولا تضرب مش عارف إيش ولا ما يحصل. فبقول لنفسي أعقل يا آدم وأعمل كذا. فلماذا لا أفعل هذا؟ وهذا أسلم للقلب وأطهر والله، أسلم للقلب وأطهر وأريح. لأنك وقتئذ ما بترقص معهم في الرقصة تبعتهم. عجبني مثال أحد الإخوة كنا نتكلم في موضوع الخصومات وكذا، قال فعلا الحج اللي ما بتزبط إلا في اثنين، يعني أنت هو بده يدخل لعبة خصومات وهو أنت لا تدخل معه فيها، أنت ما بلعب هاي اللعبة، أنا ما بلعب لعبة الوساخة هاي، أنا بشتغل شغل محترم اللي هو نتناصح، نتواصل، نجمع كلمة سواء، وحتى لو اختلفنا نوضح للناس إيش موطن الاختلاف. أما اللعب في الألفاظ واللعب على الناس وكذا ما بلعب فيه.
واني ادفع الطرف المقابل للباطل دفع ما بسوي، لانه هم اللي بيسووا هيك ترى، ايش بيعملوا؟ بقول لك الشباب التكفيري والشباب الذي يتجرأ على العلماء، طيب ايش بتفعلوا؟ هل ترجعونهم الى الحق انتم قاعدين؟ لا، بيدفعوهم زياده. يقول انتم الشباب الذين لا تفهمون وبتدزوهم بالكندره. الشباب الذين لا تفهمون حدث الاسنان صغار ما الذي افهمكم؟ طب وين الادله والبراهين يا جماعه الخير؟ طب احنا طلبه علم قاعدين نطلب علم، ماشي صغار بس نطلب علم، فتكلموا معنا بما نفهم. لا لا انتم لا تفهمون، من انتم؟ طب تمام روح اقلب وجهك. فكثير يعني يخلف عليهم الشباب الصغار انه على الاقل بيشتموا عليهم، كويس ما كفروهم كمان، وبعضهم حتى بيكفروا. انا لا اقول لا اعذرهم بهذا، لكن اقول انه هذا الطبيعي اللي يحصل. فهم يفعلون هذا، هم يفعلون هذا اللي هو المفروض هم ينصحون الشباب ويريدونهم ان يتعلموا صغار العلم قبل كباره. طب الشباب يقول تمام يلا تفضل نحكي عن يلا تفضل ويلا نبتعد عن الخصومات يلا تفضل. لا لا، يقولون انتم كذا وانتم كذا وشيوخكم كذا، فيدفعونهم دفعا الى جهه التوحش ويلجؤونهم الى التوحش، ثم يقولون شوف كيف. فنحن لا نلعب نفس اللعبه الوسخه، ما بنلعب نفس اللعبه الوسخه، ما بنلعب نفس اللعبه الوسخه. ما انا باسط زي اللي هي، ما انا باسط يدي اليك لاقتلك، ما انا ما بسوي زيك، انت بتلعب هذا اللعب، انا اللي بسوي بالعكس. افتح الابواب واقول يا جماعه الخير ترى هذه مواطن الاتفاق، تعالوا عليه، ومواطن الاختلاف تعالوا برضه نحددها، ورحمه بكم نعرف ايش هي، مش نضحك عليكم فيها، مش نشبه انه في مواطن اختلاف في مواطن ليست هي مواطن اختلاف، مش نضيق عليكم مداخل المسائل ومخارجها. بس هذه نصيحه والله تعالى اعلم، ان شاء الله يكون فيها النفع والفائده. وارحموا والله هؤلاء المشاهير، يعني انت فاهم، واحد بيكون عنده مليون مشترك، انت فاهم مليون مشترك هذا، يعني انا كانسان عادي، ولا انا ما بعتبر يعني مثلا انا انسان عندي قناه يوتيوب وعندي 60,000 مشترك، طيب 60,000 مشترك وعنده مليون مشترك، بيقول من هذا اللي اتكلم معه؟ فانت تخيل معي انت اخي الكريم ما عندك قناه يوتيوب وبس تحط تعليقات، فمن انت اللي تتكلم معه؟ تخيل معي انه هذه العقليه حصلت بتصير موجوده بين الناس للاسف، يعني مع انه هو انت قد تكون افهم منه مليون مره وانت اعلى منه واكثر مقام، يعني انت لو انك في الحياه الاجتماعيه الحقيقيه انت اعلى مقاما، انت الذي يوسع لك بين الناس، وانت الذي تقدر، وانت البني ادم اذا شفعت تشفع، واذا خطبت تزوج، واذا لك مكانتك بين الناس، وهو مكانته على السوشيال ميديا. ولكن هذه السوشيال ميديا هيك وضعها، فنرحم اخواننا، لانه صعب الانسان يخرج من هذا التصور، انه يتصور انه استنى شوي انا بني ادم بس كل اللي صار انه صرت مشهور على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا مش عارف ايش، ما صرت انسان عظيم يعني. ولا هذا يعطيني صلاحيه اني اشوف حالي على خلق ربنا. لا لا لا، ولست فوق الادله والبراهين. وقد يتكلم الانسان بالتعليق كلاما هو افضل من كل كلامي في تحضيراتي ومش عارف ايش. الله المستعان. فنرحمهم، انا اقصد نسهل عليهم مش نصعب عليهم. الشتائم ما تساعد، الفحش لا يساعد، الاتهامات بالعقيده قبل التوضيح والبيان لا يساعد. يعني هو كثير ترى والله كثير من اهل العلم قد يتكلم بكلام والله هو لا يحسنه، والله لا يحسنه، يعني اللي بيتكلموا في اشياء اقرب مثلا لعقيده التفويض، هو هذا اللي طلع معه، لكن هو يقصد عقيده السلف ومش فاهم. ممتاز، فانا ايش اسوي؟ اقول له اسمع انت مفوض وانت كذا، ويروح بيلتز لهناك. فانا اقول له لا استنى شوي ترى كلام نعم بالضبط هيك، لكن في كذا وكذا وكذا، وقد اشتد عليه اذا كانت الشده تفيد، ولكن من شدته التي تفيد؟ ذلك الذي يظهر انه اعلى، لكن انت بالنسبه له لست اعلى، لست اعلى منه مرتبه. لو انك انت شيخه واستاذه ومربي كذا، او تضغط بطريقه معينه، او انت السواد الاعظم، انت الاكثر، انت الغالب معك وهو المسكين، لكن هو بالعكس انت الذي تتكلم انت اللي في السياق الحالي المعاصر، انت اللي يضيق عليك، الشله والتيار بين قوسين الحركي واللي حواليه هم الغالب، وكلهم بيتكلم بنفس التخبيص وبنفس الجهل، فهو سيلجا الى هناك. فننتقل في اخواننا، نسال الله عز وجل ان لا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، وان يتوب علينا وعليهم، وان يهدينا الصراط المستقيم. خلاص لازم اخلص. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.